السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سنة رابعة هناخد النهاردة تدريبات على ما سبق دراساته في المنهج إن شاء الله، وهناخد كل الأسئلة إن شاء الله اللي متوقعة اللي تيجي في الامتحانات وفي المنهج بتاعنا. أول سؤال طبعا هنتكلم عنه الخريطة. أول حاجة أمامك خريطة صماء، أكتب مدلول الأرقام التي عليها. أول حاجة البحر، ده البحر الإيه؟ البحر الأحمر. البحر الأحمر. اتنين الصحراء الغربية. الصحراء الايه الغربيه اللي قصادها على طول الصحراء الشرقيه، الصحراء الايه الشرقيه. ثلاثة جبل العوينات، جبل العوينات يقع فين؟ يقع في جنوب غرب ايه مصر. رقم أربعة شبه جزيرة سيناء، شبه جزيرة ايه سيناء. رقم خمسة منخفض القطارة، منخفض الايه القطارة القطارة. رقم ستة البحر المتوسط، البحر ايه المتوسط. رقم سبعة دولة ليبيا اللي بتحد مصر من ناحية الايه الغرب، الحدود ايه ناحية الغرب، يبقى دولة ايه ليبيا. تمانية جمهورية السودان، جمهورية الايه السودان اللي بتحد مصر من ناحية الايه الجنوب، جمهورية السودان. تسعة خليج العقبة، خليج الايه العقبة. تمام، طبعا انتوا عارفين ان البحر الاحمر ليه خليجين، خليج العقبه وخليج الايه السويس، يبقى اللي قصاد على طول خليج الايه السويس. 10 جزيره، جزيره ايه شدوان، جزيره شدوان. طبعا انتوا عارفين الجزيره هي اللي ايه هي عباره عن مساحه من الارض يحبها المياه من جميع الايه الجهات. ده بالنسبه للسؤال الاولاني، لازما في اي امتحان سواء من اول ما ابتديت في سنه رابعه لحد الثانويه العامه لازم يجي لك خريطه. تمام، هنتكلم عن السؤال الثاني، بيقول لك اكتب ما تشير اليه العبارات الاتيه. اول سؤال النسبه بين المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه، ده تعريف اسمه ايه مقياس الرسم، مقياس الرسم. رقم اتنين مساحه واسعه من اليابس تضم عدد من الدول بداخلها، يبقى مساحه واسعه من اليابس تضم عدد من الدول بداخلها، ده تعريف الايه القاره، عارف الايه القاره. طبعا انتوا عارفين عندنا قارات العالم القديم وقارات العالم الايه الجديد. قارات العالم القديم عارفين مين هيقول معايا، هتقول بقى معايا كده، اللي هي اسيا وافريقيا واوروبا. اما قارات العالم الجديد امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا، القاره القطبيه الجنوبيه، انتر ايه كاتيكا. مساحه من الماء المالح اصغر من المحيط، مساحه من الماء المالح اصغر من المحيط، ده اسمه الايه تعريف الايه البحر، تعريف الايه البحر. طبعا انتوا عارفين عندنا بحرين، البحر ايه الاحمر والبحر المتوسط، يبقى مساحه من الماء المالح اصغر من المحيط، ده تعريف الايه البحر. الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات، الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات دي اسمها ايه الزياده الطبيعيه، الزياده الايه الطبيعيه. طبعا انتوا عارفين عندنا حاجه اسمها الزياده الغير طبيعيه، ايه هي الزياده الغير طبيعيه دي اسمها ايه الهجره، الزياده الغير طبيعيه اللي هي الايه الهجره. الفترة الزمنية التي عاش فيها الإنسان بعد معرفة الكتاب، يبقى الفترة الزمنية التي عاش فيها الإنسان بعد معرفة الكتابة اسمها إيه؟ العصور التاريخية، اسمها الإيه؟ العصور التاريخية. طب إيه هي العصور ما قبل التاريخ؟ عصور ما قبل التاريخ اللي هي الفترة الزمنية التي عاش فيها الإنسان قبل معرفة الإيه؟ الكتابة. يبقى بعد هي العصور إيه؟ التاريخية، قبل هي إيه؟ عصور ما قبل التاريخ. كل ما تركه لنا أجدادنا القدماء وعبر عن حياتهم، ده تعريف إيه؟ الآثار، تعريف الإيه؟ الآثار. انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى دي اسمها الهجرة الخارجية، الهجرة الإيه؟ الخارجية. تعالوا بقى ركزوا معايا كده، عندنا تعريف الهجرة، إيه هو الهجرة؟ انتقال الأفراد من مكان إلى آخر، ده تعريف الهجرة ووقف، يبقى انتقال الأفراد من مكان إلى آخر دي الهجرة، أما انتقال الأفراد من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة، داخل أنا اتكيت على كلمة داخل، يبقى هجرة إيه؟ داخلية، أما قال لك انتقال زي ما أنتوا شايفين كده، انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى يبقى هجرة إيه؟ خارجية، هجرة إيه؟ خارجية. حدود تفصل بين محافظات الجمهورية، حدود تفصل بين محافظات الجمهورية دي اسمها ايه حدود إدارية، حدود إدارية. الحدود الإدارية اللي هي خطوط، اللي هي حدود تفصل بين محافظات الجمهورية. أما الخطوط تفصل بين الدول بعضها ببعض أو خطوط تفصل بين الدول وجيرانها دي اسمها حدود سياسية.
ايه هي عاصمة جمهورية مصر العربية؟ محافظة الايه؟ القاهرة. محافظة الايه؟ القاهرة. وصف حالة الجو من حيث الحرارة، الرياح، الأمطار لفترة زمنية قصيرة. وصف حالة الجو من حيث الحرارة والرياح والأمطار لفترة زمنية قصيرة، ده تعريف الايه؟ الطقس. ده تعريف الايه؟ الطقس. تمام؟ ده بالنسبة لايه؟ لسؤال مهم جدا اختي ما تشار اليه الايه؟ العبارة. بعد السؤال اللي بعد كده، صوب ما تحته خط. تتكون قارات العالم القديم من استراليا ولا افريقيا ولا اوروبا؟ طبعا استراليا دي من قارات العالم الايه؟ الجديد. اما بقى من قارات العالم القديم لسه قايلينها قاره مين؟ يبقى احنا قلنا افريقيا واوروبا، يبقى مين اللي ناقص؟ قاره مين؟ اسيا. قاره مين؟ اسيا. تمام؟ يساعدنا مقياس الرسم على تحديد اتجاهات على الخريطه؟ لا، مقياس الرسم هو النسبه زي ما قلنا، النسبه بين المسافه على الخريطه ومقابول على ايه؟ الطبيعه. اما ايه اللي بيحددنا بقيه الاتجاهات؟ اتجاه اسمه اتجاه الايه؟ الشمال. اتجاه الشمال اللي بيساعدنا على معرفه باقي الاتجاهات، معرفه باقي الايه؟ الاتجاه. على طول بنلاقيه فوق سهم على طول مشار في كل ايه؟ خريطه الاتجاه الايه؟ الشمال. الحدود الجنوبيه لمصر هي حدود طبيعيه؟ طبعا احنا لسه قايلين اللي بيحد مصر من ناحيه الجنوب دوله ايه؟ او جمهوريه الايه؟ السودان. طيب الحدود الجنوبيه دي حدود طبيعيه ولا حدود بشريه؟ قلنا الحدود الطبيعيه هي عباره عن اللي هي البحار او المحيطات او الانهار او البحيرات. طيب احنا في هنا في بحر في محيط؟ لا، دي حدود ايه بقى؟ بشريه. حدود ايه؟ بشريه. يبقى الحدود الغربيه، الحدود ايه؟ الحدود الجنوبيه والغربيه بتتفق انها حدود ايه؟ بشريه. حدود ايه؟ بشريه. تمام؟ يبقى الحدود الجنوبيه لمصر هي حدود طبيعيه؟ لا، حدود بشريه. تعتبر الحرارة والرياح والتضاريس من عناصر المناخ؟ لا، التضاريس هي الايه؟ هي خطأ. يبقى الحرارة والرياح، وايه اللي بقى الإجابة الصحيحة؟ عناصر المناخ. يبقى الحرارة والرياح والأمطار. الحرارة والرياح والأمطار. تمام؟ الطقس هو وصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة؟ لا، فترة زمنية ايه؟ قصيرة. خرج الملك مينا من مدينة منف؟ لا، الملك مينا جه من مدينة مين؟ طيبة. مين شاطر بقى هيقول لي طيبة اللي هي ايه دلوقتي؟ اللي هي الاقصر ايه؟ حاليا. ده بالنسبه جزء من المراجعه، ان شاء الله هنكمل باذن الله في فيديو تاني باقي الاسئله.